أهلا بكم. برا وجوا، المساعدات الأردنية تصل غزة، مزيد من الدعم والإغاثة على أبواب عيد الفطر. مساع أردنية لا تنضب للتخفيف من وطأة الحرب وآلتها العشواء، علها تخفف من حدة تساؤل بأي حال عدت يا عيد، وبأي حال قد تعود الأحداث. فنتنياهو سيد المتطرفين في حكومة الاحتلال يؤكد المضي في عملية رفح وعدم الاكتراث لأي دعوات دولية بوقف الحرب. وإلى الجبهة الشمالية، حيث التصعيد لا يتوقف بين إسرائيل وحزب الله، وأمن الحدود يشابه أمن الداخل اللبناني بعد مقتل قيادي في حزب القوات والمشتبه بهم سوريون. وفي سياق التوترات وتداعياتها، ألمانيا ترفض اتهامات نيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية بدعم برلين لحرب الإبادة على غزة، فيما تؤكد أن سياستها الخارجية مرتبطة بأمن إسرائيل. والسؤال الأبرز، إلى أين ستسير أوروبا تجاه القضية الفلسطينية؟ أعلنت القوات المسلحة الأردنية تنفيذ أضخم عملية إنزال جوي مكونة من 14 إنزالا محملا بالمساعدات الإنسانية ومتطلبات العيد الأساسية والثانوية بمشاركة دولية. وتضمنت الإنزالات ملابسا وحلوى وألعابا للأطفال ومواد غذائية وإغاثية، حيث استهدفت الإنزالات عددا من المواقع شمالي القطاع. وأكدت القوات المسلحة استمرار جهود إرسال المساعدات الإنسانية والطبية لمساعدة الأهل في قطاع غزة، تجسيدا لروح التعاون والتعاضد بين أبناء الشعبين الشقيقين. وجاءت عملية الإنزال على دفعتين، حيث شاركت في الدفعة الأولى التي استهدفت جنوب قطاع غزة طائرتان تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وطائرة تابعة لمصر، وطائرة تابعة لأندونيسيا بمشاركة أولى لها. وشاركت في الموجة الدفعة الثانية التي استهدفت شمال القطاع طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، وأربع طائرات تابعة للولايات المتحدة، وطائرة تابعة لهولندا، وطائرة تابعة لألمانيا، وطائرة أخرى تابعة لبريطانيا، إضافة إلى طائرة تابعة لفرنسا. وشارك عشرات الأطفال من مختلف مناطق المملكة في تجهيز مساعدات لأهالي شمال قطاع غزة، تضمنت ملابس وهدايا العيد، وذلك ضمن الإنزالات الجوية التي ينفذها الجيش العربي لإيصال المساعدات لأهالي قطاع غزة. وأعرب الأطفال المشاركون عن حزنهم لما أصاب أهل غزة نتيجة الحرب العدوانية الإسرائيلية، وتمنوا لأطفال غزة أن يعيشوا بسلام وأمن. وأرسل الأطفال الأردنيون رسائل وملصقات تعبر عن الوحدة بين الشعبين الأردني والفلسطيني. جيت أنا عشان أرتب الملابس لأهلنا في غزة عشان يفرحوا بالعيد أكثر منا. أنا ومن كل أطفال في الأردن كل عام وانتم بألف خير. مبارك لأهلنا في غزة ويفرحوا بالعيد مثل احنا ما بنفرح، ونودي لهم أواعي يفرحوا ويلعبوا مثلهم ويعيشوا بأمان، وبيوقف الحرب إن شاء الله عنهم. وفي السياق ذاته، وصلت قافلة مساعدات أردنية ضخمة مكونة من 105 شاحنات والمحملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بالتزامن مع عيد الفطر، وذلك بعد عبورها من خلال معبر كرم أبو سالم. أفادت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في بيان بأن المساعدات ستوزع على أهالي القطاع المحاصر، وذلك في إطار الجهود الإنسانية المستمرة لدعم الشعب الفلسطيني في غزة. وتضمنت الشحنات مواد غذائية تم تسليمها للجمعيات الشريكة من المنظمات الدولية والمحلية العاملة في القطاع.
وقال الأمين العام للهيئة حسين الشبلي إن هذا العمل يأتي كجزء من التزام الأردن المستمر بدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الأزمات. كما دخلت إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري مع مصر قافلة من عشرات الشاحنات محملة بالمساعدات والمؤن. وكان الناطق باسم البيت الأبيض قد أكد على الرغبة الأمريكية بدخول ما يصل إلى 350 شاحنة مساعدات بشكل يومي، مع تشديد على ضمان حماية عمال الإغاثة. من دير البلح ينضم إلينا مراسل المملكة باسل العطار. أهلا بك باسل، هل تطلعنا على آخر التفاصيل في قطاع غزة وفي دير البلح تحديدا وما يصلك من معلومات من مناطق أخرى؟ نعم إسراء، نبدأ بالتطورات الميدانية، حيث أعلن عن استشهاد سيدة فلسطينية وإصابة آخرين جراء استهداف إسرائيلي لمنزل بطائرة استطلاع في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. هذا الاستهداف هو الثاني من نوعه، حيث تركز إسرائيل خلال الساعات الماضية على سياسة استهداف طائرات الاستطلاع لأفراد فلسطينيين، من بينهم أيضا شهيد في مدينة دير البلح التي تعرض أحد المنازل لإطلاق صاروخ واحد على الأقل من طائرة استطلاع، إلى جانب أيضا اغتيال رئيس بلدية المغازي ورئيس لجنة الطوارئ في المنطقة الوسطى برفقة اثنين عندما كانوا متواجدين في مبنى يتبع لوزارة الداخلية هنا التابعة لحركة حماس في مخيم المغازي. هذا الاغتيال هو الثالث الذي يستهدف بلديات القطاع. رئيس بلدية دير البلح قال أن إسرائيل تسعى إلى خلق حالة من الفوضى جراء طبيعة الاستهدافات التي تتم للجان الطوارئ سواء في المناطق الجنوبية لقطاع غزة أو المناطق الشمالية، حيث أيضا أعلن عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين على الأقل جراء استهداف طائرة استطلاع للجان الطوارئ التي تم إنشاؤها لحماية المساعدات التي تدخل إلى المناطق الشمالية. هل لك أن تطلعنا على تفاصيل أكثر عن هذه المساعدات تحديدا وما يصل برا اليوم، خاصة عندما نتحدث عن البدء ب يعني قوافل من المساعدات البرية وما الظروف التي تتعرض لها؟ غالبية هذه المساعدات هي عبارة عن طرود غذائية يتم تجهيزها بالمواد الغذائية. فيما يتعلق بالمنطقة الشمالية ومدينة غزة، تم التركيز على المواد الأساسية التي يفقدها القطاع أو تفقدها المناطق الشمالية ومدينة غزة، خاصة السكر والزيت وأيضا الدقيق. هذه المواد مفقودة بشكل كامل من المناطق الشمالية، وهو ما تسبب بحدوث مجاعة في تلك المنطقة بحسب تقارير صادرة أيضا عن المنظمات الدولية والإغاثية. الآن إدخال هذه المساعدات بهذه الوتيرة سواء من خلال الهيئة الهاشمية أو من خلال أيضا دولة الإمارات التي أدخلت هي الأخرى قافلة لهذا اليوم، نحن نتحدث عن محاولة لإنعاش الأوضاع المتدهورة في قطاع غزة. الأمور تحتاج لمزيد من تدفق هذه المساعدات، وفق ما أكدت الأونروا التي قالت أن قطاع غزة بشكل كامل يحتاج إلى ما يقرب من 1000 شاحنة تدخل يوميا ولمدة 6 أشهر على الأقل أو 6 أشهر على الأقل، حتى يمكن القول أننا نتدارك الوضع الإنساني المتدهور، خاصة فيما يتعلق بسوء التغذية الذي بات السمة الغالبة لغالبية أطفال القطاع الذين إما يعتمدون على المواد المعلبة التي يتم إدخالها وهي ليست ذات قيمة غذائية، أو يفتقدون حتى الحد الأدنى من هذه المواد الغذائية حتى المعلبات، والحديث هنا عن المناطق الشمالية ومدينة غزة. نعم، يعني للأسف نحن نتحدث اليوم باسل مع انتهاء شهر رمضان المبارك ويعني ترقب عيد الفطر الذي لم نكن نتخيل أن يأتي على قطاع غزة وأهل قطاع غزة بهذه الظروف، ولكن يعني عندما نتحدث عن ما يحدث اليوم وما هي نوع المساعدات التي من الممكن أنها وصلت، هل لو كان قليلا هل وصلت إلى مناطق معينة أكثر من مناطق أخرى؟ هل هناك نقص في مناطق معينة أكثر من مناطق أخرى؟
ربما الخريطة الإنسانية، وهذا المصطلح هو الذي يتم استخدامه الآن لدى المؤسسات الحقوقية في قطاع غزة، باتت تحمل شقين: الشق المتعلق بمدينة غزة والمناطق الشمالية، هذه المناطق تفتقد للحد الأدنى من المواد الغذائية بشكل كامل. نحن نتحدث عن مجاعة حقيقية وسوء تغذية تسبب في استشهاد ما يقرب من 30 طفلا وفق التقارير الصادرة عن وزارة الصحة هنا في قطاع غزة، إلى جانب أيضا هناك كبار سن يعانون من سوء التغذية، حياتهم مهددة لأن لا مواد غذائية. كان هؤلاء أو أي أقصد هنا سكان المناطق الشمالية ومدينة غزة يعتمدون على نبتة الخبيزة خلال الفترة الماضية كمصدر للحصول على بعض الغذاء. الآن مع توقف الأمطار حلول فصل أو قرب حلول فصل الصيف تراجع حتى وجود هذه النبتة، وهذا أيضا سيزيد من الضغط على العائلات التي لا تستطيع توفير الحد الأدنى من متطلباتها. في جنوب القطاع هناك ربما وفرة في المعلبات التي يتم إدخالها ضمن قوافل المساعدات، لكن وفق الأطباء، وهنا قابلت أكثر من طبيب مختص في مستشفى شهداء الأقصى الذي يخدم المنطقة الوسطى وعددنا تقرير حول هذا الأمر، يؤكد أن سوء التغذية متصاعد في المنطقة الوسطى على الرغم من وجود هذه المواد، والسبب أنها لا تقدم أي قيمة غذائية للأطفال، وغالبية الأمراض الآن التي تنتشر بين الأطفال هي نتيجة سوء التغذية وأيضا عدم قدرة أجسام الأطفال. من أين وصلت هذه المساعدات؟ الآن هناك يتم توزيع المساعدات إما من خلال الهيئة الهاشمية التي تشرف على إدخال مساعدات، هناك أيضا يتم إدخالها من خلال دول أخرى كدولة الإمارات، دولة قطر، والغالبية العظمى يتم إدخالها أيضا لمنظمة أو برنامج الأغذية العالمي الذي يلعب دورا أيضا في إدخال هذه المساعدات إلى قطاع غزة. نعم، سريعا باسل، عندما نتحدث عن أي معلومات رشحت عن الصفقة المرتقبة بين حماس ودولة الاحتلال، هل لديك أي معلومات؟ آخر التحديثات تتحدث وفق وسائل الإعلام العبرية أن إسرائيل وافقت وفق الطرح الآن الذي ننتظر رد حركة حماس عليه على عودة 150 ألف فلسطيني فقط إلى المناطق الشمالية من النازحين، وأيضا أن يكون هناك هدنة لمدة 6 أسابيع، وأن يتم الإفراج عن 900 أسير فلسطيني من بينهم 100 من أصحاب المحكوميات المؤبدة، وبالمقابل تفرج الفصائل عن 40 أسيرا إسرائيليا. هذا الآن ما يتم طرحه، لكن حتى الآن حركة حماس لم تعطي رأيها النهائي أو ردها النهائي، وأيضا إسرائيل هناك أيضا اجتماع سيعقد هذا اليوم في تمام الساعة 7:30 بتوقيت عمان، سيكون هناك اجتماع للكابينيت يعقبه اجتماع لمجلس الحرب، ومن المقرر أن يكون هناك موقف واضح ربما سيكون متزامنا بين الطرفين للحديث حول إما قبول هذه الصفقة أو رفضها، وإن كانت حتى الآن لا تنفي وفق ما قرر حماس بالأمس لا تلبي المطالب التي اطاعتها المتعلقه بوقف شامل للحرب الاسرائيليه على قطاع غزه وعوده النازحين دون قيد شرط وانسحاب اسرائيل الكامل من قطاع غزه. هذه المبادره حتى الان لا تتحدث حول هذه الشروط، لكن قالت حماس انها تبدي مرونه، واسرائيل ايضا هناك تهديدات من كفير وسموتريتش في حال قبول هذه الصفقه ان يرفعوا الغطاء عن الحكومه، وبالتالي الامور معقده. ربما هي ساعات مخاض، إما صفقة جديدة أو تصعيد كبير سيشهده قطاع خاصة في مدينة رفح. يعني الأمل بالله أن يكون غدا أفضل. كل عام وأنت بخير باسل وعلى أهلنا في غزة، وأن تلو هذه الغمة بسرعة. شكرا لك باسل العطار من دير البلح. بعد انسحاب قوات الاحتلال من مدينة خان يونس جنوبي القطاع، يتضح حجم الدمار الذي أصاب المدينة، حيث دمر الاحتلال آلاف المنازل والبنى التحتية والطرق والمدارس والمستشفيات ضمن عملية مقصودة لتدمير هذه المدينة التي تعد من أكبر مدن القطاع. ومن بين المناطق المدمرة حي الأمل غربي خان يونس. أنا الآن متواجد في حي الأمل في المناطق الغربية لمدينة خان يونس. هذا الحي كان مسرحاً للعمليات الإسرائيلية خلال أشهر من التوغل الإسرائيلي،
كما تشاهدون دمار كبير لحق به. نحن نتحدث عن تدمير غالبية المنازل، وأي منزل لم يتم تدميره تم تدميره بشكل بليغ وجزئي، أصبح غير صالح للسكن نتيجة ما أصابه من أضرار. الطريق من مدينة دير البلح حتى مدينة خان يونس كانت تستغرق 10 دقائق أو بالأكثر 15 دقيقة، احتجنا لما يقرب من ساعة ونصف إلى ساعتين حتى نصل إلى أطراف حي الأمل نتيجة تدمير إسرائيل أيضا للطرق، إلى جانب المباني، البنى التحتية، المدارس، كل شيء في هذا الحي حاله كحال بقية المناطق في مدينة خان يونس تم تدميرها. نحن نتحدث عن أضرار كبيرة. أهالي الحي عادوا وحاولوا البحث عن ما يمكن إيجاده تحت هذا الركام من أطنان الركام التي أصابت هذا الحي. ومعي هنا أحد السكان الذين على ما يبدو أنه عاد لتفقد منزله. الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك، الله يبارك فيك. سكان المنطقة أنت؟ صحيح. وين هذا البيت؟ هنا صالة أفراح. حجم الدمار كبير الموجود، قدرتوا تطلعوا إشي من حاجياتكم؟ هاي اللي طلعوا شوية أواعي للبنات الصغار، هدول للبنات الصغار، هاي شوية أواعي بس اللي يلبسوا في الخيمة على البحر. كان عندكم معلومات إنه البيت مدمر؟ كانوا بتعرفوا إشي عنه؟ ما حدش كان قادر يصل هين، يعني ما مش عارفين، جينا هين انصعقنا. يعني الصراحة حجم الدمار مش طبيعي، مش طبيعي، ممرش. يعني ربما الوصف هو زلزال إن صح التعبير، أكثر من زلزال، الدمار كبير. وربما الحاجيات التي يمكن أن أو تمكن الأهالي من تحصيلها من هذا المكان هي حاجيات بسيطة، لأن نتحدث عن منزل وكأنه لم يكن موجودا من الأساس. إسرائيل لم تتعمد فقط تدمير المنازل، وإنما تعمدت محوها من الوجود، بحيث يتم تدميرها لا يستطيع الأهالي العودة إليها، ولا يستطيعون حتى انتشال ما يمكن انتشاله من حاجياتهم. مدينة خان يونس وفق الإحصائيات هي أكثر المدن التي تعرضت للتدمير الإسرائيلي، والحديث هنا لمنظمات إسرائيلية أو حتى لصور الأقمار الصناعية التي تظهر حجم الدمار الكبير الذي لحق بالمدينة، أكثر من 90% وربما النسبة أكثر من ذلك من الدمار لحق بمدينة خان يونس. باسل العطار، المملكة، من حي الأمل في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. في وقت يتابع فيه الفلسطينيون البحث عن ضحاياهم تحت ركام الأنقاض التي خلفها القصف الإسرائيلي في غزة وخان يونس، تجتهد فرق أممية ودولية من طواقم لوزارة الصحة في غزة في سبيل التعرف إلى هؤلاء الضحايا. من جانب آخر، تسعى قطر ومصر والولايات المتحدة لإنجاز هدنة بين حماس وإسرائيل، أملا بالوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار ينهي الحرب المستعرة منذ 6 أشهر. فيما يبحث الغزيون عن جثث أقربائهم أو ما تبقى منها بين أنقاض الدمار الذي خلفه الاحتلال، تبحث قطر ومصر والولايات المتحدة عن هدنة بين حماس وإسرائيل تؤدي لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وفي الحالتين يخبو الأمل وربما يتلاشى. 84 جثماناً غالبيتها متحللة انتشلها فلسطينيون في خان يونس، لتنضم إلى 409 جثامين هم كامل الجثث التي انتشلها المسعفون والمواطنون من مجمع الشفاء الطبي ومحيطه بمدينة غزة ومحافظة خان يونس منذ انسحاب قوات الاحتلال من المنطقتين قبل أكثر من أسبوع. هاي كان لبسها زوجي، هذه تحترم مش توهان وترتمي كده من اليهود، هذه المفروض تحترم يا عالم، هذه المفروض تحترم. قصة هذه السيدة واحدة بين مئات القصص التي تحكي فظائع ما ارتكبه الاحتلال في مستشفى الشفاء ومحيطه، فالكثيرون جاءوا ينبشون آلامهم من جديد بحثاً عن أفراد عائلاتهم المفقودين في المجمع. وفي مكان آخر تحاول دول وسيطة أن تضع حداً لهذا العذاب، مؤرجحة مقترحات الهدنة بين حماس وإسرائيل، لتعلن الأولى حرصها على التوصل لاتفاق يضع حداً للعدوان على الفلسطينيين، فيما الأخرى تشيح بوجهها عن أي مقترح غامزة إلى هجوم وشيك على رفح. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إنه حدد موعداً لم يكشف عنه للهجوم على رفح التي وصفها بالمعقل الأخير لحركة حماس في غزة،
بينما اكتفت الولايات المتحدة بالتعبير عن تحفظها على شن هجوم بري واسع النطاق على المدينة، لأن ذلك سيوقع أعداداً كبيرة من الضحايا المدنيين. تحدد واشنطن كلماتها بشأن الهجوم البري لتبقي تحفظها عليه في إطار مفردة واسع النطاق، بما يمنح إسرائيل ضوءاً أخضر لإتمام عملية غير واسعة النطاق هي بطبيعة الحال ستسقط ضحايا، لكنها ستترك للولايات المتحدة فرصة اللعب على حبال التعبير والتبرؤ بأنها حذرت وتحفظت. وما بين التحذيرات والتحفظات والبحث والمحاولات، وحدهم الفلسطينيون يقلبون ورقة تلو أخرى من تقويم حرب لفظ 6 أشهر من الدم، ينتظرون يوماً يتوقفون فيه عن إحصاء أيام مأساتهم، فيما ينتظر عدوهم إعلان نصره على جثث ضحاياهم التي يعدها العالم مكتفياً بالشجب والتنديد ليس إلا. السادسة مستمرة وفيها بعد الفاصل. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن نشر نظام دفاعي بحري مشابه لنظام القبة الحديدية البري.